يعني الناس ربما يعتبروا يعني طلب ليا برشا زاده، مش حتى يعني من برا، توكل من برا عادي. يخرب خلايا الحياة لكل من يصيبه. إنه مرض السيدا. السيدا المرض الذي يتعايش معه صاحبه في صمت ويأبى التصريح بإصابته حتى لأقرب الناس إليه، خشية النبذ الذي يتعرض له من الأهل قبل المجتمع. أمل بصوت ضعيف غير واثق يملأه الشك في كل من حولها، تحدثت لتنقل إلينا معاناتها مع رحلة المرض والتشرد. كنت نحب حياتي برشا، نحب حياتي برشا، بعدين كنت نحلم برشا حاجات اني نكبر ونولي عسكري. نحب العسكر برشا، الجيش يعني، نحب نولي عسكرية هكا، وديما نحب نلبس لبس العسكر، فهمتني؟ ثم مجاتهم حتى طفولة، فهمتني؟ كي بديت نكبر شوية وكل، ممكن سن 12 سنة هكاكا، توفت الوالدة، حياتي تبدلت. هاك الحلام وكنت طموحات وكل يعني كل شيء اللي كنت نحلم به واللي حشتي به كلها مشى في الماء الكل، مشى يعني عبارة عن حياة، تحولت حياة أخرى، حياة صعيبة برشا، كلها آلام كلها عذاب وكلها مقاسي. شفت لي عمري ما كنتش نحلم أني باش نعيش الحياة هذيك، ما كنتش نحلم أني هنا باش نجي نهار و نعيش شكل العذاب هذيك. و 12 سنة نخدم، خدمت كل شيء، خدمت وصلت نهزيني في شقاير، الناس الكبار ما ينجموش يهزوا، نهز في شقاير فوق كتفي وانا عمري 12 سنة، فهمتني؟ باش نوصل لك الشقاير باش يخلصني عليها، زي حمالة يعني، احنا نقولوا حمال يعني، خدمت حمالة، خدمت فلاحة، خدمت في الزيتون، عشت الفقر، عشت الحرمان، جعت، تعريت، تحت بي الدنيا، صرت نمشي في اللي مش حافي هذا، نتعرض صب عليا، أنا نضحك على خاطر يعني واقف يعني مفتخرة بي، يعني مفتخرة بنفسي، يعني مفتخرة بنفسي، يعني مش نيد مرة، وعليش صحيح يعني صغري، يعني صغري باع كل شيء، هنت من أقرب الناس لي، وما نحبش نذكر أسماء، فهمتني؟ ثم شكون لي هاني، ثم شكون لي سمع لي الكلام، ثم شكون لي استفزني، وحتى يعني تضربت، فهمتني؟ ظلموني برشا ناس، يعني الناس ربما يعتبروا يعني قراب ليا برشا زادة، مش حتى يعني من برا، توكل من برا عادي، أما يعني أقرب الناس ليا يعني، فهمتني؟ طردوني. في السيف، فهمت؟ في السيف نبدأ يعني، في السيف كي تسخن الدنيا، كي تسخن الدنيا ما نقاش ونمشي باش نتقع لك الشمس السخانة، فهمت؟ ما نقاش يعني شربت ماء باردة، ما نقاش يعني حتى ساندويتش هكا، فهمت؟ تشردت برشا، بيتت تحت الكراهب، فهمتني؟ بيتت تحت الكراهب في الشتاء، وهنا ما عنديش، مانيش لابسة حتى شيء في السقية، وديجا نعيط وعندي سقية فاهم البرد، كي كبرت رجع علي البرد، وطفولتي تعدت قاسية، بت في جباني أنا، جباني اللي فيها أمي، فهمت؟ بت فيها عادي، اللي استغلوني، ما نقولكش لا ما استغلونيش، استغلوني في برشا حكايات، فهمتي؟ أنت ديجا فاهم الموضوع. تعرفت على شخص، الشخص هذا قعدت معه 5 سنين، بحاسيله تزوجنا وكذا، فهمت؟ وعلى صنة الله ورسوله عشت معه فترة، بعدين السيدة ذاك كشفت كانوا مش طبيعي يعني، فهمت؟ السيدة بين تصرفاته مش طبيعية، يمرض برشا، ديما عنده سخانة، ديما كذا، استغربت أنا ما عرفتش الأمور هذيا، فهمت؟ بحكم إني كنت مش عشت في حياتي. يسألوا يقول لي ليه راه ما عرفش، راه عندي ما نعرفش عندي وجاي عندي درا شنو، كل مرة يجيب لي الموضوع كل شيء من على نيتي، فهمتني؟ وهاني نصدق فيها، قلت لها علاش ما تمشيش تحلل، علاش ما تمشيش تعالج، علاش كذا، هاكا ثم طب هاكا كذا،
لا وما عرفش يعمل يعرق ويخرج ولا وما نمشيش وهو يعرف روحه اش عنده فهمتني. عشت معايا خي في النهاية اكتشفت كون عندها موضوع هذا فهمت اللي هو فقدان المناعة. هو ما حكاليش وما صرحنيش حتى كي اكتشفت الموضوع شوية تغششنا وكذا وزعما مشيت على روحي. بعدين انا قلت بلي تواني كنتش نرجع شنو مصيري شنو حياتي. انا عشت فترة خايبة وعشت كذا وعشت كذا وعشت كذا. هاي خليني نستمر معاه صحيح مشيت حكاية مشيت حكاية حللت اكتشفت الموضوع عندي ما عادش فيها يعني باش نرجع يدي فارغة وباش نرجع ما عندي حتى شيء. أمو على الأقل نعمل حاجة في حياتي وبعدين حتى كي نموت نموت فهمتني. كي روحت أني روحت في حالة 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 صحية حالة ما نحكي لكش يعني حالة للآخر يعني فهمتني. على أساس وصلت للموت يعني مشيت تعالجت والحمد لله وقفوا معايا الطب عالجوني وبديت لاباس وتحسن ولهين بيا وبديت ناخذ في الدواء بتاعي والكل فهمتي. طبعا لما روحت رفضوني الناس الكل. احكي لنا كيفاش وداو العائله ما يشربوش معاك ما يجلسوا معاك كل خايف اللي تحتاج كل طبعا دي سفرة هي مانيش عليهم عليها مراه ما يشربوش معايا ما ياكلوش معايا ما نلومش عليهم سبحان الله هما ممكن بحكم ما همش قاريين وما يفهموش كيفاش شنو المرض هذا كذا مانيش عذرتهم من راه كعرفتهم هما كون خايفين مني وكون انا ماهمش يعني محبطين مني يعني جبت روحي يعني نمشي لاهلي الاخرين لعلنا في كلاسميك نفس الحكاية ما يحبوش على ما يحبوش نقطة تحديهم فهمت ما يحبوش حتى حد يجيهم ما عندهمش رحمة ما عندهمش انسانية بالكل. حتى كان يمشي حد باش نشكي على همي ما يسمعني حد وما يفهمني حد. هاي هما نقرب يعني نقرب الناس ليا مش نقرب الناس اخرى يعني نقرب الناس ليا. يا ربي شنو الحل شنو كذا حاولت برشا مرات نتلحق كنت نفكر ربي سبحانه نفكر عقاب ربي نفكر اني انا مسلمه وكذا خاف بأمن لي لما نخاف مولين وما نسألش بلك ربي يعطيني مخيب بلك ربي سبحان الله بلك ربي كنا عمل جديد بلك كذا مليش عارفة شو باش نعمل في حياتي لا انت وقعد اخمم ساعات نفحر غبتي ساعات نفحر ساعات فهمت مش هيك هو الحمد لله. بالنسبة في بلادي الحمد لله لقيت الرعاية الكافية ولقيت يعني معامل بيا ويرحم والدي من كل اللي عالجوني وما نشكرهم نشكرهم للآخر ولكن مش مهمة أني راني مشيت بعيد. دفعت ضريبة غالية دون أن أقترف ذنبا يذكر وكنت ضحية فعاملني المجتمع الذي أعيش فيه كمذنبة. هكذا تحدثت والدموع تلمع في عينيها. أما حاجة ثم واحدة في حبيب بورقيبة هذيك نحب نقولها كلمة بركة اللي عملتها فيا هي في عملية متاع العيون نحب نوصلها بالله كلمة نقولها راني مانيش مسامحاتك وكان يصير فيا أنا راه يصير حتى على ولدك ولا بنتك ولا يصير فيك أنت وراني ما نسامحكش لين الموت. هانتني مشينا أنا عندي عيني ناقصة شوية على أساس يعني القسمة نتاعي بحثوني طبيب العيون في الحبيب بورقيبة هي معاها صاحبتها هانتني سمعت الكلام تصور يعني ناس هاي تصور اني قاعدة مع ناس نسنى في الدورة نتاعي قبل كورونا وقبل كل شيء هانتني بالعياط وكيف هي وصحبتي تضحكوا عليا وسمعوني وديجا حكيت حتى لاختي فاتت نتا تحكي لك يعني هانتني ما عرفش لازم نحكي الكلام اللي قلتو لي شنو هو مسارشة قالت لي انت عالة على المجتمع انتي قالت لي مساش مو كلام سامحوني في الكلام هو كلام يعني انتي متاع كذا ومتاع كذا احنا انا نخاف على رواحنا انتي مفروض ما تجيش لهني انتي انتم الناس اللي المرضى انتم بالذات مكانكم مش هني مكانكم في الجبانة انتي عملتي وانتي تمشي مع كذا وتعملي مع كذا
قلت لها انا قلت لها انا كما يصير في انا باش يصير فيك. قلت لها انت تعرف على وضعيتي شنو وتعرف على ظروفي شنو وتعرف انا علاش وصلت الحاله هذه. انا راني ضحيه. تصور ان كورونا معبي بالناس. تصور كان جا واحد يعني من منطقتي ولا من بلادي يسمع. بعدين لما انا بكيت انا بكيت يعني تجرحت ما عرفتش كيف نحكي معاه. بكيت مشيت اشكيت لرئيس القسم نتاعي نتاع قسم سيريا فهمتي على اساس كلم قسم نتاعهم غادي على اساس باش يكلمها ما كلمهاش. وباقي فما 13 حكايتها اللي نيشم على اساس يعني راجع القسم نتاعي شدت الدوسي هكا قالت بديت تعمل في الدوسي تعمل هكا فهمت ترجع للدوسي تمسك في يدها قالت تحكي قالت انا تتعدى مجرد ان هي فهمت شدت الدوسي تعرف عام كامل عام كامل كنت فكر الفازة هذه صدقني عام كامل يعني اللي بمصالي في حياتي ما بكيتش بيتك برا ما بكيتش جات ما بكيتش تعريت ما بكيتش تضربت بالعصاف على بدني وظلموني ما بكيتش. أنا كي هي كهنتني بالكلام هذا فهمتي على خاطري ما تعرفش شنو يعني بالضبط شنو صالي كيف عشت عشت يتيمة حرمت وتشردت وكذا كهنتني مش حتى قلبتني سميح ولا كذا لا باقي انا نمشي في الكورورا هكا ويبدا على صوت انا وصاحبتي يبقى يضحكوا يضحكوا على الصوت اسمه انتم نماذج على المجتمع. ديجا حكيت لاختي اختي هي تعرف كل شيء واسئله تحكي لك فهمتي وحتى حد ما خذ لي حقي لكن انا حسب الله ونعم الوكيل ومانيش مسامحاتك هاني نحكي هاني مانيش مسامحتها الحمد لله ما نجم سمحته وان شاء الله ربي ان شاء الله يجي في ولده وفي صغيره باش تعرف الالم اللي عشته انا باش يذوق الالم اللي هانا اللي هانتني فيها فهمتي هذيك الوحيده اللي اني ما نجم سمحتها هي وهلا رئيس المركز هذا مزوز اللي في حياتي اللي دمروا لي حياتي الكل فهمتي حسب الله ونعم الوكيل. امل رغم أن مستواها التعليمي لم يتجاوز المرحلة الابتدائية وجدت مواساتها في الورقة والقلم فشكت لهما همومها ورأت فيهما الأنيس والرفيق والصديق وكتبت العديد من النصوص والخواطر. أبني بعد وقعها 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 كيفاش تحدي الأصل بتاعك؟ أنت كل ديما في الدار كيفاش تعديها الأصل نهارك شنو تعمل شنو هني قلت لك من عزل نتايا اكتب الخواطر اكتب الخواطر سأتحدى كل الصعاب ولن أستسلم سأقاوم للنهاية ولن أقابل من طبق سأتحمل عبء الحياة إلى أن أجد ما أبحث عنه سأسلك طريقي مجددا وكأن شيء لن يكن سأغني سأفرح سأعيش سعيدا سأنسى كل الأحزان سأحرق كل صفات الماضي سأمحي كل ذكريات الأليمة وسأبتدئ من جديد البداية لن أهزم ولن أكون عرضة للجراح انتهت منذ سنين سأنتصر على العذاب وسأختار مصيري لنفسي الحياة جميلة ورائعة لكن علينا أن نفهمها وندرسها لنستطيع أتمتع بها في أتعابها وشقائها وجدت راحتي صبرت كفحت كثيرا وأنا الآن متفائل بالذي أنجزته وكان النجاح من نصيبي لأن الحب والسعادة أقوى من كل شيء. كلمات على بساطتها كشفت عمق المأساة التي تعيشها أمل وحجم الوحدة التي تنهشها بلا أدنى رأفة.